السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم بفيديو جديد ولعبة كلاش رويال. فيديو اليوم راح نتكلم عن تحديث كلاش رويال القادم، وراح نتكلم عن أهم إضافة راح تصير بالتحديث القادم لعبة كلاش رويال. أول شيء راح نسويه راح نغير لغة اللعبة من اللغة العربية للغة الإنجليزية، لأنه إذا بقينا على اللغة العربية ما راح تضبط عندنا هذه الطريقة. وأول ما تدخل اللعبة نروح للأخبار نيوز، وننزل على البوست الخاص بلعبة، وننزل على البوست الخاص بالإذاعة، إذاعة رويال كلاش رويال. نختار المواضيع الأقدم لحد ما نوصل الموضوع الخاص بموضوع الإذاعة، هذا الموضوع الخاص بالإذاعة. مثل ما تشاهدون أصدقائي كلمة فورمز وكلمة ريدت، كلمة ريدت إذا تضغط عليها راح تحولك على موقع ريدت الخاص بلعبة كلاش رويال. إحنا راح نضغط على حرف التي، آخر حرف كلمة ريدت. بالك أنت إذا ضغطت على كلمة ريدت راح يحولك على موقع ريدت، لذلك تحتاج إلى شاشة لمس دقيقة جدا، بحيث ما تضغط على حرف التي يأخذ الأمر ويأخذ اللمسة ماتك على حرف التي، أو تستخدم الكمبيوتر، تستخدم أحد تطبيقات تشغيل تطبيقات الأندرويد مثل بلوستاك أو النوكس وغيرها من التطبيقات. هذا التعليق الخاص بالدعم الخاص بشركة سوبر سيل، منتديات سوبر سيل. مثل ما تشوفون هذه الكلمة بها حرف الإي مرتبط بلون، شوف تشوف لونه أزرق مرتبط برابط خارجي، لما نضغط عليها راح يحولنا على هذه الصورة. إذا هاي الصورة تمثل المقطع الثاني من الكلمة المفقودة. هذا هو المقطع الأول من الكلمة المفقودة، بحرف بي واضح وبجزء من حرف تي أو حرف آخر مو واضح. هذا المقطع الثاني، المقطع الثاني بحرف إي واضح وبمقطع من حرف آخر مو واضح، قد يكون حرف آي، قد يكون حرف آل، قد يكون جزء من حرف أم. أغلب التوقعات تقول إنه المقطع المفقود هذا هو بالحقيقة اسمه تيم باتل، تيم باتل أو معركة الفريق. يعني بهيج حالة راح يكون مود جديد وإضافة جديدة للعبة كلاش رويال هي حرب الفرق، يعني حيكون حرب فرق مثل لعبة كلاش أوف كلانس. هذه إضافة الشبه أكيدة اللي راح تضاف في التحديث القادم لعبة كلاش رويال. لابد من الإشارة أن الموضوع الإذاعة اللي وصلنا إلى المقطع الأول من هذه الكلمة كان يتحدث عن بعض الوحدات المقترحة مثل الميجا بيكا، وهو وحدة بيكا عملاقة قوية جدا تدمر أي شيء قدامها، وبنفس الوقت إذا تدمر تطلع من داخله وحدة بيكا صغيرة، ووحدات أخرى مثل مدفع البربريان، ووحدات مثل حصان طروادة. كل هذه الوحدات تم استبعادها بضمن هذه الحلقة الخاصة بالإذاعة، يعني هذه الوحدات ما راح تنزل بالتحديث القادم للعبة ولا بالتحديثات القريبة القادمة. وهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفاديتوا من عنده، ونلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى، وتحياتي لكم، مع السلامة.